يتم الاهتمام بها، وعلى عكس جميع الحيوانات فإن محبي الخيول لا يستطيعون التخلص من ذلك الحب أبدا، حيث قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين ويقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إليها، أو أحب أهله وماله إليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليها؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيل لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذة. صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا سليمان يمتلك خيولا قوية وسريعة وفاتنة تجيد إظهار جمالها، كان يقوم بتنظيمها فانشغل بها فغابت الشمس وفاتته صلاة العصر، مما جعله يشعر بالغضب لأنه انشغل بالخيل عن الصلاة والعبادة، فتمنى لو ترجع الشمس ويصلي الصلاة في وقتها، ثم غضب غضبا شديدا حتى أخذ في ذبح الخيول جميعها بالسيف، ثم تصدق بلحومها للمساكين وقال: والله لا تشغليني عن عبادة ربي أبدا. وابتعد سيدنا سليمان عن الخيل خوفا من عذاب الله، فكافأه الله